مرحبا، اليوم راح أكلمكم عن المخلل والمخمر، إيش الفرق بينهم وإيش فوائدهم. المخلل هو عبارة عن خضار نضيف لها ملح وسكر وخل وماء. المخمر هو عبارة عن خضار نضيف لها ملح وماء فقط. وفوائد المخمرات أكثر من فوائد المخللات، لكن كلهم مفيدين. طيب كيف يفيدنا المخلل أو المخمر؟ كيف يفيد الجسم؟ يفيد الجسم بأنه يساعد على زيادة البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وأنا كلمتكم في فيديو سابق عن فوائد البكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء. أكل المواد المخمرة والمخللة يزيد عندنا من البكتيريا النافعة، والبكتيريا النافعة لها فوائد عديدة، منها أنها تزيد من امتصاص الفيتامينات والمعادن اللي نأخذها في الأكل، برضه تقلل من امتصاص السكريات والنشويات، وبذلك تكافح عندنا مرض السكر والسمنة. البكتيريا هذه تكافح الانتفاخ والإمساك والإسهال، برضه تكافح الأمراض المناعية مثل الالتهابات اللي تحصل في الجسم، مثل الروماتيزم والصدفية والغدة الدرقية والربو. والطعام المخمر هو عبارة عن زي ما قلت لكم ملح وماء زائد خضار. برضه من المخمرات اللي هو الخبز اللي يسمونه السوردو أو الخبز المخمر، يعني لما تسوي خبز مخمر يعني فيه بكتيريا نافعة أكثر من خبز عادي ما فيه خميرة. ومن الأشياء اللي مخمرة غير الخضار اللي هي اللبن الزبادي واللبن العادي والخبز اللي فيه خميرة، وبالذات الخميرة الحية، يعني أن الخبز يخمر من عجينة سابقة أو أن الخبز يترك لين ما يتخمر. والمخللات أو المخمرات يعني مفيد أنك تحطها مع السلطة أو مع السندويتشات، أو تحط صحن صغير جنب أكلك وتاكله مع الوجبة، جدا مفيدة وسهلة ولذيذة. والشخص اللي عنده سكر المفيد له جدا أنه يتناول المخللات والمخمرات مثل الخضار أو مثل الخبز اللي فيه خميرة، لأنه يقلل من امتصاص النشويات والسكريات، فيساعد في ضبط السكر، وبعد يخليه يعني الإحساس عنده بالسكر عالي، فما عاد يحب أنه يتناول مواد سكرية، يصير يميل للمواد المالحة والحامضة. وفي ملاحظة، الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الضغط يأخذون حذرهم من تناول المخللات والمخمرات لأن فيها ملح زيادة، يعني يحاولونهم يقللون منها، ما يتناولون منها يعني كمية كبيرة. والله يعطيكم الصحة والعافية ونهاركم سعيد.